ساعات لما بيبقى شغل مريح بنزل باب المحل نص واخطف لي نص ساعه. وهنا مش حر عليك؟ لما بيكون جو حر بدخل المروحه. ايه رايك يوم الاجازه نرتب المخزن سوا؟ امير معروف يعني الصفاء، خلي الاجازه اجازه. انا نسيت انك عندك معاد في السيما. لا حول ولا قوه الا بالله، دي بنت صغيره وتخاف علينا لما تروح لوحدها. وبعدين انا اشترطت موافقتك عشان كده انا استجدعتك. انت فاهم الحكايه؟ اللي هتتجوزك دي هتبقى هي البرنجي، على اعتبار يعني انك انت ماسك المحل وروحنا في ايدك وكده. تسمع مني الكلام المظبوط بس يبقى سر. يسعدني انا صرحتك بكل حاجه، يعني عيب لما تشك في اخلاصي والله. صفاء ما تنفعنيش. أكبر مني بكذا سنة وبعدين مش حلو، وأنا ما نفسيش أقول إيه. حلالك يا حلالك. طب وفاء إيه أخبارها عندك يعني؟ ما أختك كنت عارفها أكتر مني. وفاء أختك دي عاملة زي الفرخة الصنفرة الفاشلة جديدة. بصراحة البعد عنها غنيمة. لما أنت البرنسيسة بتاعتي عشان الامور دي تمشي تمام التمام. طب انا كده على فكره هتاخر على السيما. نروح السيما يلا. ما بدري. ايه يا حلو انت يا اختي هتخش تسيب الباب مفتوح؟ نسيت خالص. انا شايفه ان افضل ندخل كل ازايز التينر دي جوه المخزن. اعوذ بالله بنت الاصول ولا بتاع كده برضه. شايفه الزنقه اللي احنا فيها؟ كنت انا مش عاوزه ولا لحم مر وممكن ارمي بره المحل ده رميت الكلام. خد صوتك يا صفاء، الناس هتلم علينا. يا ست انا هجيب لك كرسي وتقعدي معززه مكرمه وانا هشتغل لوحدي. طب ليه ما نشتغلش مع بعض احنا الاثنين وتلزم ادبك؟ حاجة زي كده أنا ممكن أسامح فيها، بس في حالة واحدة بس، الحلال.
حلل وبس. بس انا فين وانت فين يا بنت الاكابر؟ الراجل ثلاث حاجات: شرف، امانة، يكون ذكر. اللي فيه الثلاث حاجات دول يبقى سيد الناس. اخواتك مش ممكن يحرموا؟ مالكش دعوه باخواتي، ليك عليا ان انا اكلمهم. لا، لو في نصيب مش قبل سنه. بس يقولوا علينا ايه؟ مش خايف لا تقع انت شايل كده؟ ما تخافيش، متعود على كده. لو موافق نقرا فاتحه. نقرا بس الموضوع يفضل سر بيني وبينك، ما يطلعش بره. ما يطلعش بره ولا حتى لاخواتك. ولا حتى لاخواتي. زوجتك نفسي. جوزتك نفسي. أنا مقدرة اللي أنت فيه عشان بينا فتحة وكلمة شرف. أنا هسيب لك نفسي يا سعيد تعمل كل اللي نفسك فيه. أنت أول راجل يلمسني. انتوا التلاتة يعني كنتوا عارفين؟ ونعرف ازاي يا استاذة؟ مفيش ولا واحدة فينا كانت تعرف. كل واحدة فينا كانت فاكرة ان هي وبس. بلاش تعرفوا الاحساس. ولا واحدة فيكوا حست؟ قولي يا هبة، ولا واحدة فيكوا قالت انها عايزاه؟ ولا واحدة فيكوا قالت انها عايزاه؟ انا هكلمك عن نفسي انا. انا وهو لما كنا بندخل المخزن كنا بنسوي الهوائي، واول ما بنطلع من المخزن كان بيبقى زي القرد قدام القرداتي بتاعه وهو ماسك له العصايه. ومين اللي ماسك العصايه بقى، القرد ولا القرداتي؟ انا اسفه صفاء، امال الحكايه كشفت ازاي؟ ازيك يا غالية يا بنت الغاليين؟ اتدورت؟ خدودك بقت مورده زي التفاح. وحشاني يا حاج علي. ليكوا عندي خبر يفرح، ده إلاء القبول. خير يا حاج؟
عارفه رأفت ابن عبد الحكيم الكهربائي؟ الله اكبر عليه، امين شرطه في مباحث المديريه، شهم وجدع وخدماته مغرقه الناس كلها. ايوه ماله يعني يا صفاء؟ عين من اختك اللي اصغر منك، مش وفاء برضو؟ ايوه. اختي انا عارفه عينه عميت عندك ازاي. يلا بقى كل شيء اسمه ونصيب. يا بنت ده امين شرطه في مباحث المدريه، ده كان بيلعب كمال اجسام وهو في اعدادي. عارفه ده في شبه كبير من اسمه ايه؟ محمود عبد العزيز اللي اختك بتروح له السيما. لا ليه بقى؟ لا وخلاص، ملوش يقول عندي فيها حاجه دي. هناء عقل اختك، قولي لها ان دي فرصه والفرصه ما بتستناش. انا شايفه انه عريس لقطه، اتجوزيه انت. طب نفهم ليه؟ يا بنت ده احنا اخوات وحريم زي بعض. ما تنطقي بقى، يمكن يا ست منك ما استفيد. انا مخطوبه وفتحتي مقريه. لا يا شيخ، ده من غير ما نعرف؟ اهو اللي حصل. ومين بقى يا حلو ان شاء الله؟ عنتر ابن شداد يا اختي اللي انت ماسكه فيه ومثبته ده. سعيد، سعيد الخفي. هو قال لك ان هو يتجوزك؟ ايوه، بس على فكره طارق احسن منه 1000 مره. حلال عليكي، لو ولادي بيكي خديه. طب وانتي ضامنه سعيد؟ طبعا. اديني اماره. لازمتها ايه الاماره؟ علشان هو قال لي قبل كده ان هو عايز يتجوزني. ولا انا كمان. يبقى بيضحك عليكم، وعلى فكره انا وهو مع بعض من زمان. يعني يا بنت كنتوا مع بعض؟ نام معاك؟ ايوه نام معايا. نوم نوم ولا بصوا تحت الزول حواصة. نوم نوم يا بنت.